الشوط الاول كره لخالد السويسي، خالد السويسي على الجهه اليمنى محاوله للمرور، ربما التوزيع الان جابوا يوزع خطيره، والهدف الاول، الهدف الاول للنادي الافريقي في الدقيقه 45 زائد 3، خطا في محور دفاع الترجي، والهدف الاول للنادي الافريقي عن طريق مراد الهذلي. مراد الهذلي يفتتح النتيجه في توقيت 48 دقيقه لعب او 45 دقيقه زائد 3. سنعيد مشاهده الكره، هاي الاعاده مره اخرى، وعبد البومن جابو مصدر كل المشاكل بالنسبه لدفاع الترجي، توزيعه في المحور، سوء تفاهم بين وليد الهجري وسامح الدربيلي على ما يبدو، فعلا كل واحد عمل على الاخر، ويلقى روحه اشرف الزيتوني